مكتب العمل، هدوا اللعب علينا شوي. احنا كمستثمرين داخلين نسترزق، مو داخلين حرب معاكم. كونوا لطيفين شوي معانا. كونك دخلت كمفتش اموري كلها في السليم، وشفت انه انا على راس العمل وانا سعوديه وامسك محلي واشتغل، تعاطفوا شوي، تعاطفوا. اشياء بسيطه لا تذكر، بلاش تغرمون عليها. 20 30 40 واحنا ماشيين سيده، يعني ماشيين بنظام الدوله وامور الدوله تمام، توطين موطنين، رواتب الموظفين السعوديين 3 4 آلاف زي ما امرونا ومسوين، تامين طبي، تامينات اجتماعيه، كل شيء تمام. شيء احنا نجهله، ايش المشكله انك تعطينا انذار عليه؟ ليه على طول غرامه 25 30 40؟ هذا الشيء يكسر ظهورنا. احنا مو شركات نشوف الشيء هذا سهل، احنا مؤسسه وعلى قدنا. انتوا دعمونا، المراه تدخل بسوق العمل وتشتغل. طيب انتوا مو قاعدين تخلون المراه تشتغل، انتوا قاعدين تخنقون المراه، مراه او رجل او بصفه عامه ايا كان مستثمر. اهدوا علينا شوي. جاتني مخالفه مدد اني انا ما رفعت اجور الموظفين، ملفات اجور الموظفين، بس جاني تنبيه من مدد راح مكتب العمل عشان اتابع له، نزل لي غرامه. طبعا مدد اتصل عليهم قالوا احنا ما نغرم. يعني ليه مكتب العمل يرجع يغرم؟ تعطونا انذار انه فيها غرامات، ممكن على طول. رفقا فينا، الطفوا بحالنا، احنا جايين نسترزق. اهدى من كذا.